صباح الخير لكم من جد مشاهدينا. أولى لقاءاتنا لليوم مثل كل نهار سبت بتكون مع الدكتور القسيس إدغار طرابلسي. اليوم الموضوع أكيد بس قول العنوان كتار رح يتمسمروا أمام الشاشة مثل العادة يعني حتى تسمعوا القسيس، بس هالمرة لأنه الموضوع بيفرض نفسه عم يكون حوله في جدل كتير كبير ونقاشات كتيرة وأخذوا ورد وآراء متضاربة قد ما بدكن. بدنا نحكي عن الزواج المدني. وصلنا هلأ بس نتلاقى ببعض أو حدا بده يفتح سيرة مع التاني بقول له شو أنت مع الزواج المدني أو ضده، يعني هيك مع أو ضد. اليوم بدنا نتوسع أكثر بالموضوع مع القسيس، كرمال هيك تابعوا معنا لقاء لحتى نعرف حقيقة رأيه بالموضوع. القسيس صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني هذا السؤال، أنت مع الزواج المدني أو ضد؟ وحتى نعرف إذا كنت مع كيف بدنا نحكي وكيف بدنا نحكم عليك، وإذا ضد كمان يعني هالموضوع هالقد اخد من وقت الناس، هلا هو طبعا موضوع كثير مهم، بس الاراء والاراء المتضاربه والشريعه اللي عم بتصير، وكمان اكثر من اطلاله تلفزيونيه لإلك قسيس اعلنت انك مع. شو انا بدي اعمل معك انترفيو اليوم؟ يلا. اذا كنت انا مع شو بيكون موقفك مني؟ واذا انا كنت ضد شو بيكون موقفك مني؟ اذا مع بقول القسيس وبيحكينا دايما بالدين ويعني ومن خلال الإنجيل وكلام الله ويسوع المسيح، عم بيقول هو مع الزواج المدني، يعني كأنه في تناقض. إذا بدي أحكي بانفتاح أكثر يعني يكون أنا هيك عم بحكي بمنطق، عم نحكي عن زواج اختياري مزبوط، وحتى لو كان يمكن إلزامي في الواحد ملزم يتزوج مدنيا، وهو إذا عنده إيمان كبير وحسب دينه في يتزوج كنسيا أو عند الشيخ. أنا مسرور استضيفك اليوم. يال. كيف بدك؟ أنا شو بدك أكون محامي الشيطان هلأ؟ يعني رح جرب كون أكثر من شخصية معك باللقاء. منيح هلأ كنت سهلة معي، ما دنتيني، لأنه الإيدانات بتبلش تنزل. صح. اللي بيأمن بالزواج المدني بأبشع الكلمات والأوصاف. فهلأ عندنا فرصة نوضح. نعم أنا القسيس إدغار طرابلسي مع الزواج المدني. شو صاير معك قسيس؟ اهتديت. لا اشرح لنا ليش عن جد، لأنه موضوع يعني أنا مني مع أي زواج وأي ارتباط عرفي. أنا مش مع اثنين بيروحوا بيسكنوا مساكنة مع بعضهم البعض. أنا مش مع الزنا، أي علاقة جنسية خارج الارتباط الزوجي. لذلك أنا مع الزواج المدني. ما بيقدر الزواج يكون مكتمل بالمعنى الكامل والقانوني للكلمة دون أنه يكون مدني. الكنيسة ما بتقدر تعمل عرس روحي أسرار ولا مش أسرار بدون ما تعمل الأوراق القانونية ويوقعوها حسب الأصول العروسين والشاهدين، وبعدين يستعينوا بالموظفين أو المسؤولين المدنيين من مختار لمسؤولين الأحوال الشخصية لمأمور النفوس، يلي لما بتطلع الورقة من عنده بيكون متأكد أنه هذا الزواج قانوني وشرعي وتم وديمومي والبديكي. لأني أنا مش مع العلاقات الحرة والمتفلتة، أنا مع زواج في ربط، في ربط بقوة القانون، التزام يعني. ايه في التزام، في التزام. هلا واحد بيقول لك انا بدي التزام بدون ورقه، يعني المتساكنين بيقول لك نحن ملتزمين ببعض. لا نحن ملتزمين ببعض، نحن مش عم نطنط ونروح ونجي، بس انا مع العائله الشرعيه القانونيه مش مع العائله العرفيه. واحد بيحب وحده وعنده ثوره على منظومه القيم والاخلاق والمجتمع وكذا، هن بيعيشوا لو هيك يمكن تضل العمر ويمكن يفكوا. لاني انا مع هيدا الزواج، انا مع الزواج المدني. هي اولا، هي اولا. هلا ثانيا، الكنيسه نفسها لازم نشرح للناس انه الكنيسه نفسها شو ما كان ايمانها في الزواج، الكنيسه الكاثوليكيه بتامن بسر الزواج ومع لدرجة كبيرة إذا مش بالتطابق الكنيسة الأرثوذكسية.
الكنيسة الإنجيلية بتآمن أن الزواج هو عهد مع الله. اثنيناتهم بحاجة للعقد. أوكي؟ فلما نحن بنجي بنقول عقد كإنجيليين بيقولوا أنتم ما بتآمنوا بالسر. ليش أنتم بتآمنوا بالسر بلا عقد؟ الكنيسة بتاريخ الكنيسة ما كان عندها إمكانية تعمل عقد ولا كان عندها أي إمكانية تعمل وثيقة زواج ولا أي شيء له بعد قانوني، وبقيت كذلك لما بعد سنة 325-321 لبلا بعد 380 من بعد ما أعلنت الدولة البيزنطية دولة مسيحية. قبل منا ما كانوا عاطينهم حقوق مدنية، وكان الزواج بإيد الوالي وبإيد المجتمع وبشكل خاص بإيد والد الفتاة، والكنيسة كانت مسلمة. الكنيسة ما عملته العرس. ما واحد يعني واحد ما بيتساءل إنه بيقرأ الأناجيل الأربعة والرسائل كلهم ما بيشوف المسيح وللرسل عملوا عرس واحد حتى حضور زوجوا هن قصدك يعني. ما عملوا، ما كللوا حدا. حتى حضور يسوع في العرس في قانا كان مع الجمهور مش مع السلطات اللي أجرت العرس. أوكي؟ كان حاضر بالحفلة. هن كانوا يعني تابعين الشريعة عم بيكملوا الشريعة. كان حاضر، كان حاضر مصبوط. حفلة العرس. أوكي؟ حفلة السهرة تبع العرس كان حاضر. هلأ كنيسة غير معترف فيها بالأمبراطورية الرومانية كطائفة قانونية. هيدا كان الستاتيو اللي ياخدوه. جماعة عندهم دين، عندهم شيء إيمان، بس مش جماعة قانونية. وكانوا مضطهدين، ما أجروا ولا عقد، لكن كان عنده الرغبة من البداية أنه الإنسان المؤمن أول شيء يتزوج في الرب يأخذ مؤمنة. هذا أول شيء. تاني شيء يكون اتحاد على أساس روحي، اتنيناتهم جايين يتحدوا في المسيح ويشكلوا معا خيط مثلوث، يعني يكون تالتهم الرب. تالت شيء كانوا يجوا ببساطة جدا بوسط الجماعة بوسط الكنيسة يصلوا لهم يطلبوا لهم بركات. نعم. يباركون، يقروا لهم شيء من المزامير شيء هيك، وهي هي يروح يسجلوا هنيك أو يروح يسجلوا هنيك ويجوا لهون. هيدي اللي بدنا نقولها، بيسجلوا هنيك بيرتبطوا عند الوالي وبيجوا لهم بيصلوا لهم بالكنيسة. وهيدي موثقة تاريخيا، أنا ما عم بخترع. بتروح العملية لصار دين الدولة المسيحية ما بعد قسطنطين، مش بقسطنطين. قسطنطين أعطاهم حرية دينية سنة 313 بالأديكت أوف ميلان، بس ما جعلهم عندهم قوانين. نعم. أحوال شخصية. سنة 380 سمحوا لهم يزوجوا على القوانين تبع الأحوال الشخصية تبع الدولة البيزنطية أو الرومانية، ما هن كان عندهم أحوال شخصية. وبقيوا من وقتها للقرن الثامن على هالحال، ناس بيكللوا روحيا، إكليل روحي بيصلوا لهم للعروسين، وناس بيوقعوا، ولكن الوالي له خصة بالطلاق، بأحكام الوصاية، بالتبني، بالإرث. هلا سنة 800 بلش يصير تغيير، عم بحكي 800 سنة، إنه شو كانوا يعني عايشين بالزنا، خارجين عن الدين. سنة 800 لسنة 900 بلش الشعور إنه لا نحن بدنا نضبط القضية، لأنه بلش يصير في تفلت. سنة 800 وشوي كان في واحد اسمه ليون أمبراطور، جوز مرة بيوديها، بجوز تاني بيوديها، بجوز ثالثة بيوديها، بجوز الرابعة بيوديها. فبقى بيقوموا بيقترحوا الأساقفة بروما إنه لا خلينا نعمل قوانين تمنع هالزواجات وإلى آخره. نعم. وبلشنا هون بالتشريع الكنسي بشكله الدقيق أو تشريع الأحوال الشخصية، وأخذوا السلطات، وبعدين تطورت الأمور. طيب أول 600-700 سنة ما كان الوضع هيك، أول 300 سنة ما كان عندهم أي إمكانية يعملوا عرس، بعد 380 اعترف فيهم، صاروا يعملوا شيء بس على قوانين الدولة، على 800 وشوي بالقرن الثامن التاسع صار عندهم قوانين.
انه ليه انا هلا عم بيجي صورها انه من اول يوم من وقت ما الله خلقه لادم وحواء وعامل لهم زواج ديني كنسي كذا او من وقت ما اجى المسيح؟ معلي هون اسس عفوا، اما الانسان بيتطور صح، وكل شيء كان في قصص بالزمانات كانوا يعيشوا موسيقى، يعني لا يتجوز ولا شيء. لا ما كان في موسيقى، ما كان في زواجات قبل وين يعني قبل ما قبل يعني اول ما بلشت البشريه اذا عم ترجع لقبل 800 سنه كيف لا كان في يتجوز أبداً ويجيب أبداً منها اولاد أبداً. بس عفوا اسيس بس حتى هيك نتابع معروفين هو للقصص. انا بالتواريخ مش شاطره، بس وقت الوضع بيتطور والكنيسه بصير في عندها قوانينها، ما الواحد ببلش وبعدين بصير ينظم، يعني مثل ما هي البشريه ماشيه، مثل ما حاله دوله خلينا نقول بتكون غير منظمه، بعدين بتسن قوانين لحتى تتماشى مع حاجات المجتمع وحاجاتها هي. صار في القوانين بالكنيسه مثل ما في سر الزواج، سر العماد، في اسرار كثيره، وكلهم حتى بالمعموديه بدك ورقه من المخ اختار وتظبط هول القصص. لا ما بدك ورقه مختار، بلا بالمعموديه ما في ورقه من الكنيسه. بس هيك ايه بس هيك. ما في قصص كمان بتذكر انا شيك عرابي مضيت ماشي بس بالكنيسه ايه. يعني مثل كانه هلا الفكره عم بتروح انه ايه وشوفي يا وتجوزوا مدنيا والسر تبع الكنيسه منه كتير ضروري. شو اللي عم بيقول؟ نعم. السر مش ضروري ايه. والصلاه بالكنيسه مش ضروريه. أنا ما بدي جيبه غصبا عن رقبته على الكنيسة تكلله. نعم. أوكي؟ الزواج الديني هو زواج اختياري. أنا بختار يصلوا لي أو ما يصلوا لي طبقا لإيماني. نعم. هيدا اختيار، بس أنا ما بقدر أعمل زواج بدون ما يتسجل بالدولة اسمها مساكنة. كونكوبيناج. بالزمان ومن قديم الأيام في اثنين. في الزوجات وفي السراري. السرية يعني الكونكوبين. نعم. إذا مات الرجل السرية بتقبض شيء من الميراث وهديك بتقبض غير شيء من الميراث، أو بيتعاملوا معهم بطريقة مختلفة وأولادهم بطريقة مختلفة إلى آخره. اليوم أنا ما بدي جيبه للإنسان للكنيسة يتصورها مأمور نفوس. الكنيسة مش مأمور نفوس، الكنيسة مش دائرة من دوائر الدولة. الكنيسة منا دولة، ما كمان بده يقبل على حاله رجل الدين انه هو خادم روحي، هو مش سلطة. هلا صارت سلطة وخادم روحي. مش عم نقدر نقنعهم انهم يتخلوا عن مفهوم السلطة تيكونوا مجرد خدام. اوكي؟ عنده سلطة. السلطة هي سلطة حقيقة، لما بيوقع على عقد الزواج هي سلطة. بس هيدي السلطة من مين أخذها؟ من الحاكم المدني. أنا أخذت منه سلطة. شوي هلا انا بحرمه منها، اللي اعطاني اياها صارت عندي وانا مشلح اياها، اذا طالب فيها بهدده بخونه بهرطقه بحرمه الى اخره. السلطه بالدوله، الكنيسه خادمه روحيه بتصلي، بيجوا للناس طوعا بيطلبوا بركه الله، لا اخاف على المؤمنين، ما راح يروحوا المحل، بتعملي زواج مدني بيجوا على الكنيسه. اوكي؟ إذا كان إلزامي ولا اختياري بيجوا على الكنيسة. بس مش إنه الواحد عم بيشتزق يلي بده من ديانته، يعني أنا مسيحية بتبع ما بعرف يعني أنا خلقت تنقول أرثوذكس أو خلقت مورانية، بس أنا والله بنقي كم شغلة، شيء من الأرثوذكس، شيء من الموارنة، شيء من عند الإنجيلية، شيء شوي من الدين الإسلامي. لا أبداً. كيف لا؟ لا هيدا ليش ما زال أنا هيك ومقتنعة بديانتي وبروح على الكنيسة؟ لازم نقول أنا بدي أحكي تاريخ، بدنا نحكي لاهوت، بدنا نحكي كتاب مقدس، بدنا نحكي أنثروبولوجي، بدنا نحكي سوسيولوجي. الزواج حق إنساني. الإنسان حقه، شرعة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، الدستور اللبناني حق إنساني، أنا بدي أتجوز. وأنا بدي أتجوز بدون قانون الأحوال الشخصية هيدا. أو ممارسة هاي، أنا بدي هاي. ما لك حرية، يعني أنت بتحكي عن الحريات بس ما لك حرية. أنا زلمي ملحد أو مش مؤمن أو غير ملتزم أو عندي التشكيلة بمخي، بحب يكون مخي شوي من كل شيء، شوي من كل شيء، عندي انفتاح، مفروض علي هالفورمة يا أخي أنا ما بدي إياها. أنا بدك تجيبيني بالقوة على الكنيسة تكلليني. الكنيسة هي جماعة الإيمان، هي جماعة المؤمنين. أنا مش مؤمن، أنا بدي أحرر الكنيسة. إذا مش مؤمن شيء تاني، ما هو اللي عم بيطلب خيار لا كنسي
منه كان اسي. عم بتصير اوقات اسيس مثل عفوا عم بيطلب خيار لروحي في ردة فعل. ردة فعل على رجال الدين بيقولوا لك انا ليش هيدا بده، مع احترامي لكل رجال الدين، بده يقبض مني مصاري ليزوجني كان مسلم او مسيحي، وهو بده يقرر ولا انا بدي اعمل زواج مدني مشان البقرورية بحياتي. يعني كثير عم في قيم انا بلاقي شخصيا عم نفضيها عم نفرغها اسيس بس لانه رده فعل لا. عم نعمل أنا... ونحن عم نبعد. يعني الواحد شو بيعرف عن الكنيسه قبل ما ينتقدها ويرشقها؟ يبلش ينمي ايمانه وبعدين يقرر. انا شو شغلتي؟ انا شغلتي كمبشر كواعظ شجع ناس يجوا لعند ربنا بناء عليه بيكونوا اجوا على الكنيسه. انتبه في ناس حاطين الكنيسه قدام الله. نعم. انا حاطط الله قدام الكنيسه ورا. اكيد في ممارسات غلط. لا في ناس يعني. عندهم الكنيسه قبل الله، انا الكنيسه ورا الله، الله قدام. اذا حبوا الله بيجوا على الكنيسه لوحدهم، ما بدهم لا محضر جلب ولا عيطه ولا بهدله ولا وبخهم ليش تسالوا اسئله مشككه. الناس تسال واذا شافوا شيء غلط بيسالوا اكثر، مشان هيك بدنا نخفف الغلط. مش بدنا نسال كيف بدنا نقنع الناس وكيف بدنا نجيبهم بالعصايه. الناس لهم الحق يفكروا البدهم اياه. أنا لي الحق أني أعلم أولادي أو الناس أو مين ما بده. عيب نحكي بقصة المصاري. امبارح البطرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال عيب. نعم عيب، اللي بده يبني موقفه على هيك قصص معيب. بس نحن بدنا نقول لهم للناس أنه أنتوا لما بتجوا تتجوزوا بالكنيسة، أنا إدجار طرابلس، أنا ما حدا يجي لعندي، ما بحب أعمل أكاليل. أوكي، أنا عندي سينياتور، أنا بقدر أأذن بالزواج وبقدر زوج، وهولي شغلتين مختلفتين. يعني في واحد خوري بده إذن بالزواج من رئيسه الديني المطران، هيدا بيأذن له هيدا بيكلل. عندك صلاحيتين. أنا عندي اثنين إيه، بس أنا ما بحب كلل، ما حدا يجي. ليش يا أسيس؟ لا مش عامل، مش عاملها شغلتي. لا مش عاملها شغلتي تقلك الحقيقة. نعم. أوكي بدنا نعمل عيال، شغلتي علم. أنا أسيس معلم مش شغلتي. نعم. بس انا لما بعمل اكليل انا عم بعمل اثنين، يا بمضيهم قبل بيوم وبجيبهم على الاكليل، يا بمضيهم الصبح وبجيبهم على الاكليل مثل بعض الكنائس، يا انا بمضيهم قدام الناس بالاكليل حتى يعرفوا العالم انه الزواج قانوني، الزواج فيه ارتباط مش سهله، بعدين في محكمه، في احوال شخصيه الى اخره. نحن لازم نقول للناس نحن عم نعمل زواج مدني وديني أمام طعم. ما حدا بيقدر يعمل إكليل بدون ما يكون عامل البارتي المدنية. نحن زواجنا هو مدني وديني، كل المسيحية مدني وديني في لبنان. أخذنا المدني من الدولة شلحناها حقها ورافضين نرد لها إياه. هلأ لما نقول بلا خلي يكون في زواج مدني، ما بعرف قديش جديين نعطيها إياه. وهيدا بنصير نحكي بجوهر السلطة وجوهر السيادة. وإذا دولتنا مكتملة السيادة لما ما بقى عندها حق تكلل وتعقد قران ناس ما بدهم أي زواج ديني أو كمان. بدهم الزواج ديني بس بدهم أحوال شخصية مدنية. خاصة الموضوع بلبنان يعني فيه هيك مثل موضوع إيبوكريت. يعني الواحد بيسافر على قبرص بيتجوز مدني بيجي أنا بدي أقول لك شيء، هيدي يعني نحن مش تماما يعني ضد الزواج المدني. لاحظي أنه نحن مش بنقول له اللي بيتزوج مدني برا مش رح نعترف له بزواجه. ما هيك يعني ايه؟ انه في شيء بس يعني نحن ما بنعملها هون، مش ظابط، ما بنعملها هون. الاسباب صارت واضحه عند الناس. في عندنا طوائف ما بتريد مثل الطوائف الاسلاميه، مع انه بالطوائف الاسلاميه بيحكوا مثل الكلام اللي انا عم بحكيه انه زواجهم مدني. يا خي اتركهم للعالم، بس في قصه الاحوال الشخصيه. هلا هيدا هن بيعالجوا، انا مش شأني يعني. انا أنا عم بحكي المسيحيين لازم يوعوا. هو حتى بالزواج المدني فيك أنت تقرر حسب شو بدك، مش لا ما فيكي، ما فيك تحط. لا إذا تزوجوا زواج مدني ببلاد برا المسيحيين شيء بينطبق عليهم القانون الخارجي، والمسلمين إذا تزوجوا لو من بعضهم زواج مدني برا لما بيرجع لهون بالأحوال الشخصية عند الوفاة وكذا وكذا بيرجع بيطبق عليهم أحكام الشريعة. أوكي. فبقى بس في دول مثل تونس وتركيا وغيرهم أنا ما بعرفهم كلهم عندهم زواج مدني. هلا هيدي شأن هن بدهم يعالجوه، هن بدهم يوصلوا له. ونحن بلبنان بتكتشف انه معظم النخبه المتعلمه والمثقفه وكذا مع الزواج المدني. بس مين بخاف؟ الاتقياء المش واعيين لتاريخيه الامور ولوجود الشغلتين مع بعضهم بعض. وفي احيانا اتقياء متعلمين ونخبويين بينتفضوا لما بيسمعوا نحن مع الزواج المدني انه ما بيصير. ما بيصير، نحن لازم نكون مع الزواج الديني بس. ما في زواج ديني بس.
هيدا الزواج الديني بس بيكون زواج ديني معه ومدني. معه عقد، معه وثيقة زواج بدهم يمضوها. ليش بدنا يعني إذا شخص إلا الأشخاص غير المتدينين هن يلي بهمهم الزواج المدني صح؟ إذا أنا إنسانة متدينة ليش بدي أفكر بالزواج المدني؟ أكيد رح أفكر بالزواج الكنسي إذا الشخص اللي حبيته أنا ويا ذات الدين. أنت في سببين بيخلوك تفكري بالزواج الديني. نعم. سببين، أول شيء التدين والإيمان ومحبتك للكنيسة، وتاني شيء إذا مقتنعة بقوانين أحوالها الشخصية. المشكلة إن إحنا ما منخبرهم شو قوانين الأحوال الشخصية اللي عم يتزوجوا عليها. لو خبرناهم ببلش السؤال واحد يفكر إذا بده يتزوج بالكنيسة اللي بيحبها إيه أم لا. لأنه أحيانا في قوانين أحوال شخصية يمكن منا 100% ضابطة، والناس لما بيجوا تيتجوزوا مثل ما بيقطعوا سيجورتال السيارة وبيجيب لك البروكر في أساس ما بتقريها بيكون خط صغير، بيجيب لك 6 صفحات ما بينقروا بيقول لك امضي هون بتمضي. صح. بقى نحن منروح على الزواج مو منمضي. مين منا قاري الأحوال الشخصية شو بتقول بكل الأحكام؟ بركي صار خلاف، بركي صار طلاق، بركي صار وفاة، بركي بدنا وصاية، بركي في بالإرث شي قصة ما بنعرفهم. نعم. أوكي؟ هلا نحن نتزوج بالكنيسة. عم بيقولوا لي الوقت انتهى بس الموضوع مهم بدي خليك تدخل. نتزوج بالكنيسة لسببين، منحب الرب، منحب الكنيسة ومقتنعين بقوانينها. بس هذا اللي ما بيحب الرب، أنا شو إلي عليه؟ بس لأنه عاطينه المذهب تبعي بدي جيبه وغصب عن رقبته وتحمل بعدين تبعات حياته. زلمة متفلت من ربنا. خلينا ناخذ هالكال، هي هيك معظم الناس ما بقى كتير يعني هممهم امر ربنا، شوي وقع بمشاكل انا بدي طلقه. خي انا ما بطلق، انا لا اؤمن بالطلاق، لا اؤمن نهائيا بشيء اسمه طلاق. شغلتي طلقه، اللي ربطه يطلقه. عرفت كيف؟ بدي انا خلي الكنيسه اكثر نقاء. الكنيسه بتعالجه روحيا واخلاقيا وتقوده للتوبه وتقوده للعلاقه الصحيحه مع الرب ومع مرته. بس انا شو اللي يكون انا والي مدني؟ نعم. هذا اللي انا معه، مع الزواج الاختياري في شيء اسمه زواج الزامي مدني انا معه، بس في على الطريقه الفرنسويه الاوروبيه وعلى الطريقه الامريكانيه. انا على الطريقه الامريكانيه، بامريكا في كنايس بيقولوا نحن ما بدنا نزوج، في كنايس بيقولوا نحن بدنا نزوج، وفي بلديه بتزوج او دوائر. يعني اختياري بامريكا، ببريطانيا اختياري، بفرنسا إلزامي. نعم. بقى في عدة طرق. أنا مني مع الزواج الإلزامي بلبنان، المدني الإلزامي ما بيزبط، في طوائف إسلامية ما بيقبلوا. لذلك نحن مع الزواج المدني الاختياري، واللي صاغ الكلمة واللي هيدا لأنه هرطوقي ولأنه ملحد، هو في نقابة محامين بلبنان بالثلاثينات، هو العميد ريمون إدي يلي ما حدا بيغبر عليه نهائياً، لا بإدميته لا بقانونيته ولا بمارونيته ولا بمسيحيته بالحقيقة. فالعميد ريمون إدي هو من 51 عم بيطالب، واللي عملوا القانون مؤخرا في عدة أسماء، بس في أسماء لامعة. أنا بقول لك واحد منهم دكتور إبراهيم طرابلسي اللي هو كاثوليكي وبيعلم الحق الكنسي بجامعة الحكمة. فبقى ما فينا نجي نقول أنه هيدي الشغلة لا، هيدي جريمة، هيدي هرطقة، هيدا إلحاد شيوعي، هيدي او بتشجع الزنا والفلتان. لا، هيدا شيء نحن عم نمارسه، بدنا نرد لها للدوله حقها تمارسه وتخلي لنا حقنا. يعني ما بدنا اياها تضطهدنا، ما تعطينا حق نكلل، ولا بدنا نكسرها وما نعطيها حقها. والكتاب المقدس بيقول تخضع كل نفس السلاطين الفائقه، هو صاحب السلطان في هالقضيه هاي واخراج الايد والى اخره. أسيس موضوع كتير موضوع كبير يطول. وبيحمل بعد والمخرج أكتر فوق نازل فينا ما بعرف مخرج أنت مع ولا ضد حتى عم تقمعنا هلأ. يعني خليني أقول شيء، أنا أؤمن أنه لما بيتحدوا زوج وزوجة في المسيح بيصيروا جسدا واحدا. أوكي؟ وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هاي وين بنلاقيها؟ بإنجيل متى الإصحاح 19. أكيد يعني بسفر التكوين الإصحاح 2 بنعيشها، شوفها بالكتاب المقدس، بنعيشها بالكنيسة. بس هول الناس اللي إجوا على الكنيسة كدائرة نفوس وقرينا لهم هاي، ما بتصير عليهم مثل السحر. أوكي هيدا بيفسر لك مع كل التشدد القائم قديش في طلقات.
صح. انه هول اللي عم بيطلقوا ما اجوا على الكنيسه لانه ما بدهم يعملوا زواج مدني، بده الشغل الوضع اكثر، يعني بناء المجتمع مثل ما قلت، يعني اسس حضرتك معلم، لازم يكون في كل الاديان يعني تقوم بواجباتها تجاه ناسها، خلينا نقول، لحتى عن جد الواحد يتقرب من دون ما حدا حامل العصايه. نحن وقتنا انتهى، بدي اتشكر حضورك. شكرا لك. بنشوفك اكيد الاسبوع المقبل بي كمان مواضيع هالقد مهمه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخذ فاصل وبنرجع. We'll be right back.